بصوا يا جماعه كده، النهارده انا عايز اوريكم حاجه كده معينه، ان محل برجر هو بدا على عربيه برجر صغيره وبقى من احسن واكبر البرجر في مصر، ومش مصر بس، في الوطن العربي كله. فعايزك تعمل لايك لو بتحب البرجر، وروني عشاق البرجر قد ايه هتثبتوا نفسكم في عدد اللايكات. ويلا بينا كده يا جماعه نشوف مطعم برجر وحلاوته، وازاي بدا من الصفر من على العربيه لصاحب اكبر فروع في مصر. طبعا يا جماعه حجم البرجر وشكله زي ما انتم شايفين كده اهو، حاجه محترمه وحاجه كبيره جدا. عايز اقول لك بقى ان البرجر عندهم طعم تاني خالص وتست مختلف، بيحط طبعا صوصات بكميه مهوله، يعني لو انت عايز لغوصه هو ملك اللغوصه في البرجر. بص يا باشا كده، حتى البرجر محشي جبنه موتزاريلا كتيره قوي وغرقان صوص، احسن برجر في مصر. يلا بينا كده نشوف البدايه عامله ازاي. عايز اقول لك من نجاح البرجر بتاعه، طبعا يعني ما شاء الله عنده فرعين لحد دلوقتي، والاقبال عليه حاجه، مش عايز اقول لك حاجه حلوه قوي. فعايزك تعمل لايك كده ونشوف استاذ حماده والحاجات الجميله، وازاي بدا من على عربيه ولحد دلوقتي يعني بقى صاحب فروع ما شاء الله. اهلا وسهلا يا كبير، شرفتونا والله. الله يخليك. الموضوع بدا معاك ازاي، وازاي انت احسن برجر في مصر كلها؟ بص يا باشا، والله احنا ده ناتج عن تعب ومجهود، لله الحمد. يعني اهم حاجه ان انت تتعب وتجتهد عشان توصل للي انت عايزه. احنا الحمد لله من سنتين كده تقريبا بدانا بعربيه البرجر دي في الشارع في بنها. بصراحة تعبنا شوية، الحمد لله بدأنا نشتغل حبة 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 كده شوية، لحد ما ربنا كرمنا وفتحنا الفرع الأول في بنها. الفرع الأول؟ الفرع الأول في بنها، على الكورنيش اللي أنت كنت واقف فيه. نفس المكان. صح. يعني في نفس المكان فتحنا المحل جنبها على طول. لله الحمد. على الكورنيش بنا جنب المحافظة على طول. طبعا يا غالي انا عايز اقول لك بقى ان احنا هنا هنجرب يعتبر البرجر بشكل مختلف، يعني هم متميزين في الخامات يا جماعة، ان الناس ديت بتقدم حاجة. بص كده شايف كل تفصيلة في البرجر قدامك، هي تفصيلة جامدة قوي حرفيا يا جماعة، يعني حاجة كده تشبع من غير ما تاكل. السندوتش ده محتاج ابطال. بالنسبة بقى لسعره والخصومات اللي هو عاملها عليه، فانت هتتصدم حرفيا. لا فانا بصراحة شايف ان برجر جامد قوي، فلازم ندوق ونجرب. بس قبل ما ندوق وناخد التست ونجرب مع بعض، عايزك تعمل لايك وتتحمس معايا، وهدخلك بقى على الوحش والبطل بتاعنا السندوتش بابا المجال. انا ده اطلقت عليه بابا المجال من الموتزاريلا ستيكس اللي جوه، من البرجرايه، من كل حاجه. فهنعمل بقى الشده والعمله بتاعت سحس. بص بقى كده البرجر والموتزاريلا بتشد ازاي، اخيرا عملتها. عايز اقول لك بقى ان القطمه اللي انا قطمتها دي دوبتني دوب، ولازم اقص الفيديو بعدها. ليه حاجه كده اخر لغوصه كده في السندوتش البرجر الكبير الحجم الجامبو. بص كده يا باشا، بابا المجال هو لازم يطلق عليه بابا المجال، بالذات الفرايد تشيكن برضو. بس تعالى بقى كده اخدك كده، بص كده الموتزاريلا اللي جوه البرجر عامله ازاي، يعني خامه البرجر والموتزاريلا اللي جوه جامده. فيلا بينا كده نقطم قطمه تاني كده اهو، يلا بينا. يا نهار ابيض على الفرايد تشيكن والبطاطس والكلام الجميل. لا مطعم برجر من احسن المطاعم البرجر اللي انا جربتها في حياتي، قيمه مقابل لا سعر اصلا. كان معاكم جرجس البلدوزر من مطعم برجر.